هذا سائل يقول اشتريت شقة بقيمة 70,000 ودفعت دفعة أولى 30,000 والعمارة لم تبنى بعد، هل ممكن شراءها وهي أرض وليست شقة؟ يعني الأصل في البيع والشراء أن تكون المنفعة أو المبيع يكون معلوما، أن يكون المبيع معلوما وأنه يمكن تسليمه، ولكن هذا يدخل في بيع السلم أو السلف، أنه يدفع المال ثم يقبض الشقة لأنه يحتاج صاحب العمارة إلى هذا المال ليكمل فيه البناء، هذا يدخل في بيع السلم ولا بأس إن شاء الله تعالى.